كلها من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ليتم تجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها أو نشر وطبع وإعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم. بفعل هذه المادة هل تعتبر يعني أن نشر أو إذاعة خطب لبن لادن أو للظواهري هو ضمن هذه العقوبة التي تتحدث عنها؟ نعم، أنا تابعت مناقشات وزراء الداخلية العرب في تونس. أعتقد أن هنالك وجهة نظر أساسية يجب أن لا تغرب عن البال، وهي انعكاس الإعلام المنفتح إلى حدود بعيدة على الناحية الأمنية. أعتقد أن وزراء الداخلية همهم الأكبر انعكاس بعض الصور التي تظهر على شاشات التلفزة وردة فعل المواطن العربي عندما يعبر بشكل يخالف أو يعترض على الناحية الأمنية. دعيني أقابل هنا في بريطانيا، منذ بضعة أشهر أصدرت الحكومة البريطانية داخل مجلس العموم تشريعا جديدا يمنع بين مزدوجين تأليه ما يدعو إلى الإرهاب. كل شيء يدعو إلى بهرجة الإرهاب، هذا هو التعبير الوارد في القانون، يحاكم صاحب العلاقة بتهمة معينة. إذن حتى في بريطانيا أعرق الديمقراطيات تخشى من هذه الناحية. ولا ننسى أن موضوع الإرهاب موضوع يعني يشمل جميع الناس في دولة عريقة كبريطانيا، تخشى من إبراز الناحية الإرهابية وشد الناس إلى إبهار الصورة تتحدث عن الإرهابيين. تفضلت بالإشارة إلى أسامة بن لادن، هذا مثال. أيضا هنالك تمجيد لبعض الإرهابيين، هذه ناحية لا يمكن السكوت عنها، بل يجب الحرص في التعامل معها والأخذ بعين الاعتبار مجموعة عناصر لتأدية إعلام موضوعي وجدي وهادف. دكتور شفيق، هل يعكس قرار وزراء الداخلية العرب تشددا إزاء الإعلام برأيك؟ أعتقد ذلك، نعم، أن النظرة في الإطار الذي أسمعه ونراه اليوم من بعض القرارات هي نظرة متحفزة. الإعلام اليوم ينفتح، الإعلام الذي يؤثر به الرأي العام على كل الأصعدة ينفتح. لماذا يشاهد المواطن العربي الـLBC؟ لماذا يشاهد المواطن العربي الجزيرة؟ لماذا يشاهد العربية؟ لأن هناك انفتاح، المواطن يريد أن يسمع بيانا لبن لادن، ويريد أن يسمع نقدا لبيان بن لادن، يريد أن يسمع جميع وجهات النظر، ويريد أن يقرر، يريد أن يقرر لوحده بنفسه، يريد أن يرى من كل الأبعاد. إذن بغض النظر عن المواقف، عن مواقفنا، عن معارضتنا للإرهاب، عن كافة القضايا، يجب أن نسمع جميع وجهات النظر، ويجب أن تمثل الآراء، ويجب أن نكون قادرين على أن نسمع. قد لا تكون المشكلة فقط أن هناك إرهاب، ولكن المشكلة قد تكون أنه توجد عوامل عديدة في المجتمعات العربية تساعد على فرز هذا الإرهاب. يجب أن يسمع المواطن. إذن التشدد في العامل الإعلامي يمنع التنمية، التشدد في الإعلام يمنع من الصناعة الإعلامية من أن تكون صناعة متطورة. اليوم حتى هذه الأبعاد، اليوم الولايات المتحدة تخوض معركة كبيرة مع بن لادن، ولكنك ترى هذه الخطابات أيضا تترجم إلى الإنجليزية وتجدها في وسائل الإعلام الأمريكية. إذن علينا أن ننفتح، ومع الانفتاح الكثير من السلبيات، ومع الانفتاح وجهات نظر عديدة، ولكن هنا دور الإعلام، دور صناعة الإعلام، دور الإعلاميين الذين يعون دورهم في إطار إبراز المعلومة للمواطن ليقرر. هذا الانفتاح الذي يتحدث عنه الدكتور شفيق، أستاذ سلطان، هل برأيك الإعلاميون والإعلام يستطيع يعني هو يتحمل يستطيع أن يتحمل مسؤولية هذا الانفتاح، وهل يمارس هذا الانفتاح بمسؤولية، يعني بكلمات أخرى في الفضائيات؟ يعني بداية أنا أعتقد أنه لا يجب الربط بين قرار وزراء الداخلية العرب و المثالين الذين أعطيتهما للمشاهدين عن حالة الكويت والسعودية. أنا أعتقد لا صلة بين منع البرامج الحوارية في الكويت أو إلغاء الاتصالات المباشرة في السعودية. الصلة الوحيدة هي الإعلام. نعم صحيح، لكن يعني في هناك تفريق بين أن أذيع خطبة بن لادن أو خطبة الظواهري، وبين أن أمجد هذه الخطبة. الخطبة هو أو أمجد الأفكار التي تحملها. الإرهاب وما تمثله القاعدة
وفكر التطرف ليس ديمقراطيا، وهو ضد الديمقراطية وضد الحرية. فبالتالي لا يجب أن يكون حرية الإعلام مسار لترويج مثل هذه الأفكار الأحادية. أنا أعتقد أنه يجب هناك فعلا، إلا إذا كان خشينا فعلا من أن يمارس بعض وزارات الداخلية في العالم العربي تمارس هذا القرار بشكل ضد حرية الإعلام. لكن المسؤولية، نعم مسؤولية ضرورية أن العاملين في وسائل الإعلام أن يتحملوا هذه المسؤولية، وأن ينقلوا الخبر والمعلومة بشكل مجرد، وأن لا يتم تبني مثل الآراء المتطرفة. وإلا سمحنا أيضا لمن يريد أن يروج لأفكار مثل أفكار الترويج للمخدرات على سبيل المثال، هي بنفس الخطورة وبنفس درجة الخطورة إن لم تكن أخطر. في إطار المسؤولية التي تتحدث عنها أستاذ سلطان، سنتابع مباشرة بعد الإعلان التغطيات مع الزملاء الموجودين معنا هنا في الاستوديو، مراسلي العربية والجزيرة والإل بي سي، كيف تم تغطية أحداث الأحد الأسود الأحد الماضي في بيروت وفي ضواحيها، وشبهها مراقبون بالهذيان هذه التغطية، نتابعها سويا بعد الإعلان. وطبعا أتمنى أن أسمع أيضا رأي الضيوف الدكاترة فيما سنعرض، سنعرض بعض الصور صغيرة عن التغطيات. إذن تابعوا معنا مشاهدينا هذه الحلقة، شاشاتنا بين تغطية الأزمات وأزمة التغطيات مباشرة بعد الإعلان. في الجهة المعاكسة للصورة هناك تمركز بشكل دائم لآليات الجيش اللبناني متواجدة في هذه المنطقة، وهناك أيضا آليات. يبدو بعض الزملاء الصحفيين يفيدونني في هذه الأثناء أن الجيش اللبناني يوقف، سأحاول التأكد، الجيش يطلب منا التراجع، ولكن يبدو أن هناك توقفات في صفوف المتظاهرين. سلام خضر، إذن في الجزيرة بتغطية أحداث الأحد الأسود، ماذا تشعرين عندما تشاهدين هذه الصور؟ نهار ومرق على خير بداية، بعدين بقول أنه بحمل مسؤولية أكتر، لأنه لما تكوني على الأرض وعم تنقل شيء عم بيصير فجأة، وكنت معتقدة أنه الأمور هدأت. هيدا اللي شفناه كان بالحصاد، كنا مصرين أنه نطلع لنخبر الناس أنه الأمور هدأت، وفجأة الجيش بيرجع بيدخل صوب المتظاهرين وبيدفعهم لورا، وبيصير في إطلاق نار كثيف بالهواء واعتقالات وتوقيفات وكذا. الأمر الأساسي اللي بس شوف الصور بتلاحظي كان في، يعني كنت عم بحكي على صوت عالي لأنه كان في رصاص كتير كثيف بالأجواء. قديش لازم نكون عم نتحرك بطريقة عم نحاول قدر الإمكان نحيط بالمشهد كامل، أول شيء كرمال ما نعطي معلومة مجتزأة، لأنه اجتزاء المعلومة أو اجتزاء المشهد على الأرض مسؤولية بحد ذاته كمان. هل أنت مهيئة لتغطية أحداث من هذا النوع لتجنب الخطر؟ هل خضعتي لدورات معينة؟ لا حقيقة، دورات بتغطية الأحداث الأمنية أو التحركات اللي ممكن تتطور لأحداث أمنية لا، ولكن للأسف منقول أنه صار في أكتر من حدث بالبلد وكنا عم نواكب التغطيات، فمنحاول قدر المستطاع. يعني هي مراقبة ذاتية أو محاولة ذاتية للابتعاد عن الخطر قدر الإمكان. هيدا بطبيعة الحال ما بيبعدنا بشكل كامل، ولكن بيعطينا إذا بدك قدرة أو يعني أحقية بالحكم على الأرض. يعني نحن موجودين على الأرض وفي وضع وبدنا نتصرف. الطبيعة البشرية بتلعب كمان دور بتغطية هذا يعني، ونتحمي حالك قدر الإمكان. خلينا نتابع أيضا تغطية أحدى الزميلات كريستين حبيب تحديدا من الزميلة نيو تي في، كانت تغطي أيضا وتعرضت لاعتداء، نتابع سويا. لم تتدخل عناصر الإطفاء إلى إطفائها كما سبق وحدث. هناك أيضا يعني مراسل في نصف الجلبة إذا أردنا، هل تعرضت عدنان إلى خطر أثناء تغطيتك الأحداث؟ يعني شعرنا بالخطر إذا بدك، ما تعرضت مباشرة إلى الخطر، بس الخطر كان موجود. يعني ربما بعض الزملاء يمكن أصابهم ما أصابهم، لكن أنا شخصيا ما تعرضت، لكن في بعض الأمور حصلت شعرنا بخطر شديد للأسف في ظل
ما حصل من معمعة كبيرة جدا يوم الأحد الأسود كما سمي، هو فعلا كان أحد أسود. لكن